السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي متتبعي باك فاسيل. كيفاش دايرين مع أجواء الحجر الصحي؟ نتمنى تكون الأمور ديالكم بخير وكتاخذوا الاحتياطات ديالكم وما كتخرجوا بالمنازل إلا في وقت الضرورة. إذا الآن في هذا الفيديو بغيتو هو فيديو قصير شوية، بينا نتناقشوا القرار ديال وزير التربية الوطني الخاص بالسعودية لإنجاح جميع الطلاب. إذا كما كتعرفوا أنه خلق واحد الفيديو ضجة كون وزير التربية الوطني صرح أنه نظرا لجائحة كورونا يعني سوف يتم إنجاح جميع الطلاب والطلاب والتلاميذ بصفة عامة. طبعا أنا عارف أن هذا القرار يقدر أنه يحفز أو يخلق واحد النوع ديال السعادة بالنسبة لبعض التلاميذ في المغرب أو الطلاب في المغرب اللي كانوا كيتوقعوا أنهم يقدروا يدوبلو ولا يقدروا يعودوا العام. لذلك بالنسبة لي أنه هذه فرصة من ذهب أنه ينجح من السنة. احنا ماشي بغينا الشر لأي واحد، ولكن إلاش فكرتوا مزيان فهذه الفرضية أنها تكون في المغرب شوية صعيبة نظرا لعدم تكافؤ الفرص. احنا ناخذوا بسبيل المثال أنه مثلا نجحوا جميع تلاميذ ديال البكالوريا. حنا عارفين ان نسبه النجاح ديال التلاميذ ديال البكالوريا كتكون تقريبا 50% 51%، يعني تخيلوا الا نجحوا 100% ديال التلاميذ ديال البكالوريا. اولا كاين بزاف المشاكل. المشكل الاول فينا هما الجامعات اللي غادي يستوعبوا هاد 100% ديال الطلاب ديال التلاميذ ديال البكالوريا. ثاني حاجه كيف سيتم الانتقاء حسب المدارس العليا، يعني مثلا الى بغيتي تمشي للطب او بغيتي تمشي مثلا للمهندسين، اش من معيار هيعتمدوا في الانتقاء الى كل شيء ناجح بدون اي معدل واضح. الناس اللي كيفكروا مثلا يكملوا قرايتهم في الخارج وبغا يمشيو لشي ايكولات واعرين، فين هي ديك النقطه اللي تعتمد عليها ديك المدرسه اللي في الخارج باش تقبلك ولا ما تقبلكش؟ اذا يعني انه اولا هذا يخلق هذا واحد المشكل. حنا عارفين ان وزير التربيه الوطنيه ديال السعوديه ربما حسب ما عندما تواصلت مع التلاميذ والطلاب السعوديين معظم ديالهم كان فرح، وانهم قالوا بصفه عامه ان الوزير التربيه الوطنيه خاص بالسعوديه اخذ بعين الاعتبار الحاله النفسيه ديال التلاميذ في ظل هذه الجائحه وانهم ما غاديش يدوزوا الامتحان في واحد الاريحيه والنفسيه ديالتهم ما خدامش على حسب ما سمعت من بعض التلاميذ، ولكن هاد بعض التلاميذ ما كيمثلوش القرار ديال الاجماع ديال السعوديه. اذا نتمنى انه في هذا الفيديو تخليوا لي التعليق ديالكم، تخليوا لي الاراء ديالكم، من احنا نناقشوا هادشي في صفه عامه. شنو هو الراي ديالكم حول هذا القرار؟ هل انت مع او ضد؟ اذا نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير، انتبهوا تهلاو.